كده السكرين شيرنج مظبوطه معاكم؟ طيب ليتس ستارت. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اول محاضره خالص في الكارديولوجي، ودايما هتقول لي في الشباتر الكبيره عاملين كده، اول حاجه نبدا بيها هي السيمتوماتولوجي، وبعدين لو في عندنا اي امبورتنت انفستيجيشنز، عايز بس اطبع القلم، لو في عندنا اي امبورتنت انفستيجيشن، وبعدين في الستيب رقم 3 وهي اخر حاجه ان احنا بقى كنا بنتكلم عن الديزيز. هتلاقي دايما انا عامل كده السيستم ده في اي برانش، اول حاجه سيمتوماتولوجي، بعد كده الانفستيجيشن ده كانتروداكشن اي برانش، وبعد كده نمشي في الديزيز الابروش بتاعت الديزيز، وبعد كده في الاخر الفارماكولوجي نوتس. لو مثلا في كل برانش في الفارماكولوجي نوتس اللي هي اهم الادويه اللي احنا بنستخدمها في البرانش دوت، الميكانيزم اوف اكشن بتاعها، الحاجات اللي هي فريكوينتلي اسكت كويشنز في الامتحان برضه. وبعدين في الاخر الام سي كيو نوتس اللي هي اهم الفاكتس اللي احنا بنبقى عارفينها. طبعا الام سي كيو نوتس انا مستحيل اجيب لك كل الام سي كيو نوتس او الفاكتس كلها الموجوده في الام سي كيو، بس بقدر الامكان هاو تو ترين. يعني احنا عندنا في الكارديولوجي تقريبا حوالي 100 وشويه، نفس الكلام برضه في كل برانش، يعني مش هيقل عن 100. ففي الاخر مثلا ممكن تجمع فوق 1000 فكره ام سي كيو تبقى موجوده عندك في دماغك بعد نهايه الكورس. تعالوا نبدا بقى في الكارديولوجي، وبرانش الكارديولوجي واحد من البرانشات اللذيذه جدا والجميله جدا في الطب، لانه حاجه فيري سيستماتيك، وفي نفس الوقت الابروش نفسه او الاهميه بتاعت التوبكس بتاعته هي فيري امبورتنت توبكس في الديلي لايف، فانت هتستمتع بانك تعرف الجديد دايما. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلت الكارديولوجي يا جماعه سيستماتيك برانش، يعني الناس اللي هي تخصص كارديولوجي بتخصص كارديولوجي هو تخصص رائع، لانه بصراحه في نولج، في نولج، في انترفنشن، في انترفنشن، في دايجنوستيك تولز، انفستيجيشنز، في الحاجات دي كلها، فدي حاجه ممتعه جدا يعني ان الناس تعملها. مش في حد دخل. ورجاء بعد كده احنا تقريبا هنقلو الادمشن مود اول ربع ساعه بس عشان خاطر بس الدستراكشن بتاع كل شويه ده، فاول ربع ساعه الناس كلها تبقى موجوده، بعد كده مش هيبقى مش هنسمح لاي حد تاني انه يدخل يعني. طيب تعالوا نتكلم زي ما قلنا في السيمتوماتولوجي. اول حاجه عندنا في السيمتوماتولوجي هتبقى احنا بنتكلم في الاول عن اهم مرض اللي هو الاثيروسكلروس. يمكن قيمه الكلام عن الاثيروسكلروس اكشوالي انه الاثيروسكلروس ده هو ده واحد كومن باثوجينيسيس للليدنج كوزز لامراض كثيره جدا في الكارديولوجي. الاثيروسكلروس زي ما قلنا ببساطه خالص هي دي البروسس اللي بتحصل وبينشا عنها مجموعه من الامراض، اهمها كورونري ارتري ديزيز، البريفر فاسكولار ديزيزز، والسيربرال فاسكولار ديزيز. طب تعالوا نشوف كده ازاي اصلا الاثيروسكلروس ده بيحصل. الاثيروسكلروس ببساطه تعرف منه ثلاث كلمات، 3 كي ووردز. اول حاجه دايما بتحصل هي اندوثيليال انجري، ده اول كي وورد تحفظها. يعني ايه اندوثيليال انجري؟ يعني بيحصل جرح في الانتما بتاعه البلاد فيسل. عارفين البلاد فيسل المفروض اصلا بيبقى فيه الاندوثيليوم اللي موجود ده كده، المفروض ان الاندوثيليوم بيبقى فيري انتاكت ما حصلش فيه خالص اي ليجن. لكن اللي بيحصل في الناس اللي عندهم ريسك فاكتورز، سم ريسك فاكتورز اللي من اهمهم طبعا هايبرتنشن والدايبيتس، ايه اللي بيحصل؟ الهاي بلاد بريشر بيبقى ليه زي شيرنج ميكانيزم يقطع في الاندوثيليوم. القطع في الاندوثيليوم ده هو ده اندوثيليال انجري. فرقم واحد في البروسس بتاعت الاثيروسكلروسس هي الاندوثيليال انجري. طب الاندوثيليال انجري دي زي ما قلت هي بتحصل بكذا ميكانيزم، اشهر الميكانيزمز دي زي ما قلت الناس اللي عندهم هايبرتنشن وبيحصل لهم تيرنج في الاندوثيليوم نفسه بتاعت البلاد فيسل. الطبيعي برضه اللي بيحصل هيلينج. تخيلوا لو المشكله دي واحد بقى عنده كرونيك هايبرتنشن متكرره مره ورا الثانيه ورا الثالثه، ايه اللي بيحصل؟ ده بيبدا يريكروت انفلاماتوري سيلز من اهمهم الماكروفيج. يبقى ستيب 2 ان بيحصل بعد كده ريكروتمنت للماكروفيج، والماكروفيج طبعا بطبيعتها هي انفلاماتوري سيلز ودورها في الانفلاميشن هي بتاتاك الاورجانيزم عن طريق تعمل انجلفمنت.
نفس الكلام الريسك فاكتور هنا في الناس دي كمان بيبقى عندهم هايبرليبيديميا فبيبقى عندهم هاي ال دي ليبودنسي لايبوبروتينز هنتكلم عنهم واحنا بنتكلم عن الديسليبيديميا ان شاء الله. فبتيجي الماكروفيتش تروح جايه واكله ال دي ال وبلعاه جواها وساعتها بتتحول لخليه كاركترستيك اسمها فوم سيل. يبقى ببساطه انثري انجري بعد كده تيجي الماكروفيتش وتبلع ال دي ال بيحصل لها اوكسيديشن طبعا بالانفلاماتوري ميدييتورز اللي بتطلعها ماكروفيتش بتتحول الى فوم سيل. رقم ثلاثه وده الكيورد الثالثه السيل الثالثه لازم نعرفها هي البليتليت. البليتليت لما بيحصل انفلاماتوري بروسيس كده بيبدا يحصل ريكروتمنت للبليتليت هي كمان تروح ناحيه البلود فيسل نفسه اللي فيه انجل. لما تروح ناحيه البلود فيسل اللي فيه انجل ناحيه الماكروفيج والانفلاماتوري ميدييتورز اللي موجوده بتطلع مايتوجينز يعني بتطلع اكتيفيتنج فاكتورز. بتعمل ايه المايتوجين دي؟ بتزود البروليفريشن بتاع السموس ماسل سيلز اللي موجوده في جدار البلود فيسل. فتخيلوا بدا بانجري دخل ليها ماكروفيج بدات تحاول تاتاك الانفلاميشن الموجود تقوم تيجي البليتلت بقى وتعمل بروليفريشن للسموس ماسل فالسموس ماسل تكبر الوول بتاع البلود فيسل تكبر الوول بتاع البلود فيسل والبروسيس دي على طول كونتينوس انت على طول تيجي ماكروفيج وتحول لفومسا وتيجي بليتلتس وتزود السموس ماسل لغايه لما بيحصل ناروينج للبلود فيسل. الناروينج ده هو ده الاثيروسكلروس. وانا قلت قبل كده ان قيمه الاثيروسكلروس عندنا في عندنا 3 ديزيز مهمين جدا اهمهم هو الكورونري ارتري ديزيز رقم 2 السريبرو فاسكولار ديزيز رقم 3 البريفرال ارتري ديزيز. الثلاث امراض دول اللي بيلعب فيهم الدور الاساسي هو الاثيروسكلروس عشان كده اهميه ان احنا ندرس الاثيروسكلروس. وباي ذا واي ده مكان لسؤال الامتحان. طيب بعد ما اتكلمنا عن اول حاجه خالص تعالوا نتكلم بقى عن ندخل بقى في السيمتوماتولوجي بتاع الكارديولوجي. السيمتوماتولوجي بتاع الكارديولوجي يمكن رقم واحد واهمهم هو الشست بين. اهميه ان احنا عارفين تشست بين وهي الديفرنشال دايجنوسس او هي الديفرنشال كوز بتاعت التشست بين. التشست بين اهميته عشان خاطر واحد من الكومن برزنتيشنز مش كده بس انه في كمان واحد من الليدنج كوز اوف ديث هو كراي ارت ديزيز. عشان كده احنا بنقسم التشست بين برودلي الى حاجتين كاردياك ونون كاردياك. يبقى ببساطه خالص انا لما بيجي لي عيان جاي تشست بين في الاستقبال او في الطوارئ انا اهم سؤال اجاوب عليه This is a chest pain. Is cardiac or not cardiac? ليه مهم الجواب على السؤال ده؟ لأنه لو cardiac هدخل في سكة مهمة جدا بقى ده سكة acute coronary disease acute ولا chronic coronary disease يعني ده عنده مشكلة حد طوارئ لازم ألحق العيان دلوقتي ولا ممكن حاجة ممكن العيان يستنى عليها وأقول لا ده electively ممكن يجي بعد كده في أي يوم يتابع مثلا مع بتاع الـ GIT لو أنا شاكك إنه حاجة GIT أو يتابع مع حد بتاع pulmonology لو هو حاجة في اللنج. يبقى أنا أول سؤال مهم جدا أجاوب عليه Is this chest pain cardiac or non-cardiac chest pain? في عندنا different causes للcardiac chest pain. زي مثلا ورقم واحد واهمهم ولازم تقول رقم واحد هو coronary artery disease. بعد كده اي حته ثانيه في القلب ممكن تعمل cardiac pain. لكن اهمهم ولازم رقم واحد هو coronary artery disease. لكن في حاجات ثانيه لو في مشكله في البريكارديال بريكارديتس تعمل نفس القصه دي، المايكارديتس تعمل نفس القصه دي، ممكن فالفير هارت ديزيز الناس عندهم ميتروفالف كولابس مثلا في البرزنتيشن بتاعهم تشست بين. اذا كاردياك كوزز في عندنا ديفرنت ليست اهم واحد فيهم هو كورونري هارت ديزيز بقيه الحاجات اقل اهميه لانها نوت ان ايمرجنسي كيسز. يبقى ده رقم واحد وهو الكاردياك كوز اوف تشست بين. في عندنا نون كارديك كوزز بقى. نون كارديك كوز رقم واحد تحط عندك التشست، تحط عندك الجي اي تي، تحط عندك الماسكو سكريتر، تحط عندك الاستيركت، عندك وايد ليست بس يعني الوايد ليست دي هي لا تقارن اذا ما قارنها بالكارديك كيس. طب الوايد ليست تعال نشوف بقى مثلا واحد جاي سؤال انيميريشن. الف هو كله كلام تاليف ليه؟ لانه اي حاجه اي انفلاميشن في اي مكان من الاماكن دي هيعملك بين. تعال نشوف مثلا في اللانج لو واحد عنده بلوريزي يعمل لك تشست بين. لو عنده بالمر امبلس يعمل لك تشست بين. لو عنده نيمونيا مشكله فيها يعمل لك بين. يبقى ادي التشست كوزس. تعال نشوف جي اي كوزس البيبتيك ألسر الكوليسيستايتس البنكرياتايتس كل الابر جي اي انفلاميشنز هتعمل لك تشست بين.
الماسكوسكيت حاجه من الحاجات المهمه جدا. الناس اللي عندهم كوستوكوندرايتس عندهم مشاكل في الماسلز الموجوده, عندهم اي انفلاميشن في الماسل او اي انفلاميشن في الريبس, ده كلها هتبقى من الحاجات اللي تعملها في تشست بين. فقلنا الجي اي, قلنا البالمونري, قلنا الماسكوسكيتال. مهم جدا كمان الانكزايتي. ساعات كتير قوي بتيجي واحده في ميل في سن حاجه 20 سنه او 30 سنه, حد جايه في البيت جايه ماسكه قلبي اي قلبي اي قلبي. ف if this a true chest pain, if this true cardiac pain or non-cardiac pain, ده مهمتك بقى في الطوارئ رقم واحد تسال نفسك, اسالهم السيناريو اللي حصل ايه. يقول لك اه والله ده حد نفسه, يبقى غالبا بنسبه كبيره قوي ممكن يكون دوت non-cardiac pain. لان احنا عشان خاطر نشوف كمان الكاردييك بين اللي هو اهم واحد فيهم كاردييك ديزيز, هاو تو ابروتش معاه ان احنا بنشوف الهيستوري بتاع البيشنت نفسه, وهل ده البيشنت ده اذا ريسك فاكتور عنده ريسك فاكتور فور كاردييك ديزيز اور نوت. يبقى انا بس دلوقتي بتكلم عن الكوزز اوف تشست بين, هو السؤال لما بيجي لي الكوزز, عارف انيوميريشن الكوزز, بس بعد كده هاو تو ابروتش مع الكوزز دي. اللي بيحصل بقى لو انت في الكلينيكال سيناريو, لا انا ابدا ادور على واحد من دول وادور عليه بالهيستوري. والله هل انت مثلا حد مدخن, لو شايف واحد مدخن عندك ضغط عندك سكر, يبقى افكر على طول في الكاردييك كورونري ارت ديزيز. واحده ست صغيره ما عندهاش اي ريسك فاكتورز, حد مضايقها افكر في السيركل كريزس, واحد بيكح وعنده سبيوتم افكر في اللانج كوزس بيكون عنده نيمونيا, وهكذا. يبقى انا بدور بعد كده بالهيستوري, وبعد كده بدور بالانفستيجيشن from the history. يعني انا على طول مش بكتب كل حاجه في كل حاجه, لا لازم الهيستوري نفسها هي اللي بتليد مي تو ذا انفستيجيشن, وبعد كده ببدا اوصل للابروتش بتاعي. طيب بقيت الحاجات السيمتوماتولوجي اللي هنتكلم عنها, وسيمتوم مهم جدا هو الديزني. الديزني هو سؤال جالي حتى في امتحان الدكتوراه, الديفرنشال دايجنوستيك فور ديزني. فالديزني لازم ابقى عارف ايه هي اسباب الديزني. الديزني باي ذا واي معناها difficulty in breathing, صعوبه في التنفس. طيب وانا ايه اسباب الصعوبه في التنفس؟ هو التنفس ده اصلا الديزني دي بتحصل بتعتمد على تو سيستمز مهمين قوي, الكارديوفاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم. لكن كمان ممكن عندنا اذر سيستم ممكن تأفكت دول, بس ما ينفعش اقول كوز ديزني من غير ما اقول التو سيستمز الكبار دول والمشاكل بتاعتهم اللي ممكن بريزنت باي ديزني. رقم واحد لما بتكلم عن كارديا كوزز, رقم واحد ولازم تقول رقم واحد هو الهارت فيلير, الاكيوت هارت فيلير او الاكيوت بابلوري دي, ده رقم واحد. طيب المسببات بتاعت الهارت فيلير نفسها كان بريزنت ويز ديزني, يعني مثلا عندك هنا اسكيميا كان بريزنت ويز ديزني, الاريزميا كان بريزنت ويز ديزني, الناس عندهم فالفر هارت ديزيز كان بريزنت ويز ديزني. الحاجات دي كلها كان ليد تو هارت فيلير, والهارت فيلير بدوره يعمل ديزني. لو حد عنده بقى كمان مشاكل في البريكارديا, هل البريكارديا تستعمل ديزني؟ لا مش طبيعي, لكن لو دخل في كارديا كامبونات يبدا الدم اللي خارج من القلب اصلا كميته تبقى قليله, عمليه الاكسجينيشن والدي اكسجينيشن مش كويس, واحد بريزنت باي ديزني. ديزني باي ذا واي دي ريفلكس, يعني ده ريفلكس كان لازم ربنا عمله لنا, لما واحد عنده مشاكل في اللنج او مشاكل في الهارت, يعني مشاكل في البروسيس بتاعت الاكسجينيشن بتاعت الدم نفسه, يبدا الريسبيراتوري سنتر الموجود في المخ يزود الفورس بتاعت الريسبيراتوري فورس بتاعت اللنج انها تحاول تتحرك كتير بسرعه 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 عشان خاطر تزود البروس بتاعت الجاس اكسشينج اللي موجوده عندنا, وبالتالي يقدر الواحد يبقى عنده الدم يبقى اكسجينيتد. فدي ريفلكس ميكانيزم نتيجه ديزيز بقى زي ما قلت في الكارديوفاسكولار سيستم. بالليست بتاعتنا رقم واحد واهم سبب هو الهارت فيلير باسبابه, سواء كانت اسكيميك سواء كانت فالفر سواء كانت اريزميا, بلس بقى بقيه اذر كوزز زي البريكارديتس زي الميكارديتس اند سو اون. يبقى ده رقم واحد كارديو كوزز اوف ديزني. طب في عندنا غير الكارديو كوزز, في عندنا بالمونري كوزز اوف ديزني. من اشهر الحاجات اللي بتعمل لك بالمونري كوزز اوف ديزني, كل امراض الرئه تسبب ديزني. تاني كل امراض الرئه تسبب ديزني, يعني ايه؟ يعني انت لو جبت الفت اي حاجه في اي مكان هتعمل لك ديزني, يعني بدايه من الاير واي ديزيز زي ما احنا شايفين برونكايتس السي او بي دي الازمه, كل الاير واي ديزيز هتعمل لك ديزني. تعال نبص بعد كده في اللنج بارينك, اللنج بارينك لو حد عنده نيمونيا, لو حد عنده لنج كانسر, لو حد عنده لنج فايبروزس كلها هتعمل لك ديزني, لو حد عنده فاسكر ديزيز, حد عنده بارمري امبوليزم تعمل لك ديزني, بارمري ارتر هايبرتنشن تعمل لك ديزني, حد عنده مشاكل في البلورا, حد عنده بلوريزي, حد عنده بلورا افيوجن تعمل لك ديزني. اوكي في كل مشاكل اللنج مجتمعين اي واحد من دول انه هياثر على الفورس بتاعت اللنج فور
movement and gas exchange. فطبيعي لازم الار سي يشتغل لا يزود الفورس عشان خاطر نزود المور جاس اكسشينج اللي موجود عندنا في البيشنت بريزنت باي ديزنيا. اخيرا بقى في عندنا اسباب ثانيه للديزنيا نقولهم بس على سبيل المثال اثنين ثلاثه كده الانكزايتي الانيميا الاسيدوزيس 3A ما ننساهمش انكزايتي انيميا اسيدوزيس بلس مثلا في عندنا اسباب ثانيه زي البريجنسي واكيد حاجه فيزيولوجيك عشان خاطر البريشر بتاع الدايفرام اللي بيضغط على الرئه نفسها والثايرويد كوز يبقى دي اشهر كوزز فور ديزني. نفس الكلام برضو دي اسئله بتبقى اسئله دايركت مباشره ممكن انا اقل في الاجابات بتاعتي مجرد بس ابقى فاهم ايه هي البروسيس اصلا بتاعه ديزني بتحصل ازاي. في عندنا واحد برضو من الكومن كوزز اوف كويشنز ودي مهمه في الكلينيكال براكتس ومهمه في الكلينيكال اكزام ومهمه في الريتن اكزام كوزز فور ساينوس. هو الساينوس ده اللي هو الزرقان. طب ايه الحاجات اللي تعمل ساينوس؟ مهم جدا اول حاجه تقولها في السؤال دوت طب انت بتتكلم عن سنترال ساينوسيس ولا بريفرال ساينوس؟ في عندنا فرق ما بين السنترال ساينوسيس وبين البريفرال ساينوس. طب السنترال ساينوس ده اعرفه ازاي؟ اوكي السنترال ساينوسيس بيبقى موجود في التانك وموجود بلس البريفري موجود في الايدين. البريفرال ساينوس بيبقى موجود بس في الاكستريمتيز ارم. طب اشمعنى بدور في السنترال ساينوس بدور في التانك سبيشالي هو بيبقى باين في الشفايف باي ذا واي ليه بدور على التانك؟ اهم اجابه او السؤال ده بيتسال في الكلينيكال اكزام دايما ليه انت بتدور على الساينوس سبيشالي ان التانك؟ اهم حاجه ان التانك ما عندوش سيمباثيتك انرفيشن. ليه؟ لانه one of the most common causes of peripheral cyanosis هو ان بيحصل vasoconstriction peripheral vasoconstriction ضيق في الاوعيه الدمويه. فاللي بيحصل ضيق في الاوعيه الدمويه كميه البلد اللي رايح للانسجه وكده بيقل وبالتالي بيحصل cyanosis. طيب التانج بقى ما عندوش سمباثيتك ستيميليشن والسمباثيتك ده هو ده اهم حاجه بتعمل vasoconstriction عشان كده التانج عمره ما بيحصل فيه vasoconstriction في الفيسلز بتاعته. يبقى لو حصل cyanosis it is true cyanosis or central cyanosis. طب ايه اسباب cyanosis؟ اسباب cyanosis تاني مره تانيه عندنا تو سيستمز مهمين قوي هارت ولانج. هارت ولانج زي بالظبط ديزني هارت ولانج بس معلش هنا ازود معاهم سي ان اس الدرايفنج فورس بتاعت عمليه الريسبيريشن نفسها. الهارت ازاي بيشتغل؟ الهارت اصلا الدور بتاع الهارت في او كوز اوف هارت فور سنترال ساينوسيس والله لو عندي مشكله انه السيركيليشن اصلا بتطلع من الهارت تروح بعد كده للانج وبعد كده ترجع مره ثانيه على اللفت سايد اوف ذا هارت بدم يبقى اكسجيني دم دي اوكسجينيتد وبعد كده يبقى اوكسجينيتد. طب لو حصل لخبطه ما بين الاثنين في الناس اللي عندهم فالوسيتي ترانج او الناس اللي عندهم ترانزبوزيشن اوف جريت فيسلز او في الناس اللي عندهم ايزنمنجر سيندروم هنتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله في كوتشنت هارت ديزيز. كل اللي بيحصل ايه؟ بيحصل لخبطه ما بين الدم الاوكسجينيتد دي اوكسجينيتد فبريزنت العيان كله على بعضه يبقى مزرق يبقى كارديو كوزيس حد عنده كونجينيتال هارت ديزيز. طب هتلاقوا هنا موجود من ضمن الكوزيس الكارديو كوزيس هو الهارت فيلير او ام اي. اكشوالي الهارت فيلير لو سيفير هارت فيلير دخل العيان في اكيوت بالمونري ديما هو ده اللي بيدخل عيان في ساينوس. طبيعي الهارت فيلير باي ذا واي بيبقى نتيجه السيركيليشن الضعيفه بتعمل لها بريفرال ساينوس. لكن لو سيفير اكيوت هارت فيلير دي الحاله الوحيده اللي تعمل لك سنترال ساينوس. يبقى البروس ليه؟ لان العيان ده دخل فيه اكيوت بالمونري ديما ميه اتجمعت في الرئه الجاز اكسشينج ما بقاش يتم كويس لكن الكرونيك هارت فيلير ما بيبقاش فيه سنترال ساينوس. اوكي نفس الكلام الام اي هي الام اي لوحدها ما بتعملش سنترال ساينوس لكن لو ادت الى اكيوت هارت فيلير بتعمل سنترال ساينوس. اوكي يبقى اهم سبب في الكاردياك هو لما بيحصل ليفت تو رايت شانت او رايت تو ليفت شانت نتيجه مثلا فالس استراتيجي نتيجه مرض زي اسمه ترانزبوزيشن اوف جريت ارتريس نتيجه ايزنمنجر سيندروم. يبقى رقم واحد كارديك. رقم اثنين respiratory causes of cyanosis وهي برضه نفس الكلام في عندنا امراض كتيره جدا في respiratory هي اللي تعمل لك الزرقان نتيجه الدرايفنج فورس او عمليه الجاس اكشينج نفسها في اللنج ما بقتش تتم كويس. طب ايش تتم كويس دي؟ ممكن acute pulmonary edema حد اللنج بقت بتعبيها ميه ممكن في ناس عندهم lung fibrosis severe fibrosis في الاواخر بتاعتهم بيبقى عندهم cyanosis. الناس اللي عندهم COPD او الناس اللي عندهم severe ازمه اللي بيسموها ستيتس اسماتيكس بيدخلوا في ساينوسس. الناس اللي عندهم اير واي ديزيز بقى زي مثلا حد عنده برونكايتس والناس اللي عندهم بالمري امبليزم. بالمري امبليزم برضه لو هي ماسف بالمري امبليزم هتدخل العيان دوت في اكيوت هارت فيلير وتدخل العيان ده في ساينوس لانه الجاس اكسشينج انا خدت حته كبيره من اللانج ويتش
شغال. يبقى تاني اللاين كوز فور سيانوزس او فور سنترال سيانوزس، هي اي حاجه بتأفكت البروس بتاعت الجاس اكشينج. ممكن يكون عندي اير واي ديزيز من اشهرهم السي او بي دي، اشهرهم الازمه. ممكن يكون عندي لانج ديزيز نفسه زي الناس عندهم سيفير لانج فايبروسس، واخيرا الناس عندهم فاسكولار ديس اوردرز زي الناس اللي عندهم ماسيف بارمنال ديس. البلاي ميكر الثالث في البروس بتاعت السيانوز ده هو الريسبيراتوري سنتر نفسه اللي هو بيحرك اللانج. يبقى لو حصل مشكله في الريسبيراتوري سنتر الموجود في المخ، برضه العيان دوت عنده جاس تشينج كويس وبالتالي بريزنت باي سيانوزس. طب ايه اكتر حاجه تاثر على الريسبيراتوري سنتر؟ حاجتين، الهيموريدج والهيروين، اتش واتش. فاحنا بنذاكر كده بنذاكر اتش فور هيموريدج واتش فور هيروين. اخر حاجه موضوع الميتهيموجلوبينيميا في السنترال سينوس. اكشوالي ان شاء الله هنتكلم عنها في الهيماتولوجي، بس الميتهيموجلوبينيميا دي هي قصه بس ان بيزيد فيها الريديوس هيموجلوبين نفسه الموجود في الدم، وده بيبقى نوع من الكلر نفسه موجود في عين بريزنت باي سنترال سينوس. لكن هي مشكله بعيدا عن التلاتي المثلث المهم في الريسبريشن، هارت لانج اند سي ان اس. اوكي، البرفورال سينوس بقى اشهر سبب رقم واحد كولد اكسبوجر، رقم اثنين كولد اكسبوجر، ورقم ثلاثه كولد اكسبوجر. في الكلينيكال سيناريو كتير قوي، اصل البنت زرقت، والله البنت زرقت بتشوف ممكن تكون مثلا اتعرضت لبرد فحصل لها بريفرال سينوس، وده رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه كولد اكسبوجر، حاجه فيزيولوجيك لانه ده الموست كومن كوز. لكن في اسباب ثانيه تعمل لها بريفرال سينوس، في اسباب ثانيه تعمل لها بريفرال سينوسز، من اشهرهم الهارت فيلر زي ما قلت، الكرونيك هارت فيلر يعمل كده. لو حد عنده arterial obstruction، حد عنده venous obstruction. طب arterial obstruction دي فاهمينها اوريدي، خلاص الدم اللي رايح للتشوز بيقل، فالواحد بيبدا يدخل في مرحله الجانجرين فيبقى عنده sinus. لكن ازاي ال venous obstruction يدخل عام في peripheral sinus؟ اكشولي احنا اتكلمنا عن الديفيتي. الديفيتي امتى تعمل sinusis؟ تعمل sinusis في حاله مشهوره قوي. ناخد النيو بيج. لو سيفير ديفيتي. ازاي سيفير دي في تي يعمل لنا ساينوزس؟ بيسموها فليجمازيا سيريال دولنس. اكيد سمعنا عنها شويه واحنا الناس بتدرس اثناء كورس الجراحه، سمعنا عن فليجمازيا سيريال دولنس. هي ايه البروسس بتاعت فليجمازيا سيريال دولنس؟ في الناس عندهم ماسيف دي في تي بيحصل ماسيف اديما في اللور لام نفسه. طيب لما بيحصل ماسيف اديما، خلي بالكم اللور ليمب كان مليانه فيه فاشيا، فبيحصل حاجه اسمها كومبارتمنتال سندروم زي بتاعه التروما بالظبط. يعني الميه تبدا تتجمع في حيز ضيق تضغط على الارترس تروح جايه مدخلها عندها في ارتيريال سبازم ويدخل في ساينوس. يبقى ممكن السيفير فينوس اوبستراكشن زي الناس عندهم ماسيف او سيفير دي في تي، ماسيف دي في تي ممكن تدخل عندها في ساينوزس. هي بس كلينيكال فاكت نبقى عارفينها، مش الفاكت نفسها ان الدي في تي وان كوز اوف ساينوس، لا ان ممكن الدي في تي يبقى فيري بروجريسيف لدرجه انه ياثر على الارتيريال سبلاي، وللاسف الحالات كتيره من دي بتنتهي بامبيتيشن اوف ذا لامب. عشان كده مهم جدا انك تفولو حالات الدي في تي. اخر حاجه عندنا في السيمتوماتولوجي هو الكوز اوف سينكوبي. سينكوبي يعني الدوخه او ان الواحد يقع، بيبقى ترانزيانت لوس اوف كونسنتريشن. يبقى الفرق ما بينها وبين الكوما، عشان الكوما دي الكوما لا بيرمننت او ديكيز اوف كونسنتريشن، لكن السينكوبي لا ده ترانزيانت، حاجه بتاخد فيو مينتس او فيو سكندز ويرجع تاني يفوق. طب ايه اسباب السينكوبي عامه؟ اسباب السينكوبي هي مينلي بتبقى اسباب فاسكولار، يعني الدم اللي رايح للمخ نفسه بيبقى فيها مشكله. ممكن تكون اسباب نيورولوجيك، يبقى في عندنا اسباب نيورولوجيكال واسباب فاسكولار. طب فاسكولار ايه على مستوى بقى الهيمودايناميكس كلها، على مستوى الهارد او مستوى البلاد فيزلز نفسها زي ما هنشوف. وفي عندنا دراجز، يبقى لو احنا قسمناهم مينلي 3 كوزز، نيورولوجيكال هيمودايناميك ودراجز. نيورولوجيك هيمودايناميك ودراجز. وليه نيورولوجيك رقم واحد؟ لان دي الموست كومن كوزز الفازوفيجال اتاك. واحد شاف دم، واحد عيان بيخرج دم، راح جاي وقع حصل له فازوفيجال اتاك. اوكي، ده ريفلكس ميكانيزم. حد في حاله ستريس شديده جدا 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 وبدا اغمى عليه، بتحصل كتير جدا يعني، كتير قوي بتشوفها في الطوارئ. حد جاي له فازوفيجال مره واحده، جاي تروح جاي رافع له رجله في يوم منتس ويتحسن. هي دي عشان تحصل حاجات فيزيولوجيك. اوكي، رقم اثنين الاهم بقى شويه الهيمودينامكس. الهيمودينامكس هي اي مشكله يا اما زي ما قلت في الهارت او في البلاد فيسل، في الدم اللي رايح للمخ نفسه. طب يا اما في البامب اللي هو القلب، او في البلاد فيسلز اللي هي المسار اللي بيودي الدم للمخ. طب البامب حصل فيها ايه؟ القلب ممكن لو حد عنده مشاكل في القلب وليأكل مثلا اريزميا،
اي اريثميا سيفير اريثميا زي مثلا حد عنده في تاج في اف او لو عنده سيفير مثلا اس في تي كان بريزنت ويز سينكوبي. ليه؟ لانه عمليه حصل ارتجاف في القلب نفسه وبالتالي عمليه البامب كونتراكشن اوف ذا بلاد تو ذا برين بقت افكتد. لو حصل كده العيان بدا يدخل في هايبوتنشن حدوث السينكوبي معناه دخل في سيفير اريثميا. في عندنا طبعا حاجات ثانيه امراض ثانيه مهمه قوي هنتكلم عنها زي الاورتيك سينوزس وزي الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوماجرافي او الهوكم. المشكله برضه فيهم ايه؟ ان الدم اللي خارج او رايح القلب بيبقى افكتد بيبقى قليل. اوكي نفس الكلام بالمر امبلزم بس اني بالمر امبلزم تعمل كده المسل برضه بالمر امبلزم ان المسل بالمر امبلزم بتافكت اصلا على الدم اللي رايح للقلب يعني كميه الدم بيحصل عندهم اكيوت بالمر ارتري هايبرتنشن وبالتالي الدم اللي راجع للقلب تاني بيبقى قليل والدم اللي خارج من القلب بيبقى قليل فيعني كان بريزنت ويز سينكوبي. ده بالنسبه للقلب. مشاكل بقى على مستوى البلاد فيسلز اشهر طبعا لو حد عنده مثلا بازم في البازل الارتري ده اللي بيعدي من ورا هنا كده طبعا هو شغال البازل الارتري بي سبلاي الجزء من السيربرال كورتكس المسؤول عن الكونسنتريشن او الوعي عامه. الحاجه الثانيه لسه عندهم هايبرتنسيف كاردييك ساينس سيندروم ده يجي هو بيحلق يقع. المشكله ايه؟ المشكله عنده ان الباروسيبتورز اللي موجوده في الكاردييك ساينس عنده سنسيتيف عالي قوي فلو حد مسكها كده ممكن عنده يجي له فازوفيجل. لا هي نفس الميكانيزم برضه بتاعت الفازوفيجل. اوكي يبقى دي كلها اسباب الهيموداينامك او الكارديو فاسكولار كوز. اخيرا دراجز اللي معفنهم بالاسم كده طبعا الدوبا الهاروبيردول والانتي هايبرتنسيف. مش كل انتي هايبرتنسيف اكشن لكن الحاجات اللي بتشغل سيمباثوليتيك بشكل مباشر هي دي اللي ممكن تكسبيرينس بوستشرال هايبوتنشن. اوكي يبقى دي كلها اسباب السينكوبي. يبقى تاني اسباب السينكوبي ممكن تكون حاجات فيزيولوجيك ممكن تكون حاجات كارديو فاسكولار ممكن تكون دراجز. فيزيولوجيك زي ايه؟ زي الفازوفيجا او ايموشن ستريس. كارديو فاسكولار قلنا مشاكل في القلب زي اورتيك سينوزس هوكم والاريزميا السوشيال اريزميا حاجات مهمه جدا. وفاسكولار زي مثلا الناس عندهم هايبرتنسيف كارديو ساينس والناس اللي عندهم فازم في بازل ارتري. طيب كده خلصنا السيمبتوماتولوجي. تعالوا نتكلم ان شورت عن الكارديك انفستيجيشنز. الكارديك انفستيجيشنز هي مش موضوع سؤال في الامتحان اكشن ممكن بس يتخلل بعض حاجات كده في الام سي كيو هتيجي في موضوعها بس احنا ليه بندرسها او ليه بنقولها؟ عشان خاطر نفهم كتير قوي من الحاجات الديزيز اللي احنا بنتكلم عنها في الكارديولوجي الانفستيجيشن التولز بتاعتها. يعني مثلا لما نيجي نتكلم في حاجه زي الكورونا ارت ديزيز ونتكلم عن رول اوف سي تي انجيو تبقى عارف ايه هي قصه السي تي انجيو رول اوف ام بي اي وعارف ايه هي الام بي اي. فعندنا عامه الكارديك انفستيجيشنز المهمه طبعا تشيست اكس راي اي سي جي وفي حاجات ثانيه طبعا قد تكون انفيزيف ولا انفيزيف لكن الكارديك ايمجينج واحد ايفن في ناس حتى كمان بتخصص اونلي بس تخصصهم في الحياه كلهم كارديك ايمجينج وحاجه من تخصصاته ممتعه جدا. يعني هو زي ما قلت ميزه الكارديولوجي انه في كل حاجه من الطب في ساينس في انترفينشن في ايمجينج ففي كل حاجه اكشوالي مرتبطه. القصه بتاعت الكارديك ايمجينج زي ما هنشوف كده في عندنا بعض الهيمز او النوتس عارفينها لللايف ونعرفينها للام سي كيو. يمكن اول حاجه في الكارديك ايمجينج هو النيوكليير ايمجينج. ايه حكايه النيوكليير ايمجينج؟ او بيسموها الام بي اي مايوكارديال ديفيوجن ايمجينج. مايوكارديال perfusion imaging الام بي اي. الام بي اي دي فكرتها ان انا باخد ماده مشعه وبحطها بيتحقن في الدم عادي في الاي في وريد وبعد كده القلب بيجي ياخدها. الكونسيبت بتاعها انه في عندي نورمال كاردييك ماسل وعندي ديزيزد كاردييك ماسل. النورمال كاردييك ماسل بتبدا تاخد الماده المشعه دي وتنور عندي كويس قوي. الديزيز كاردييك ماسل عندها مشكله ما تقدرش تاخد الماده المشعه. ده ببساطه خالص ده فكره الام بي اي او الميوكارديال بيرفيوجن ايمجينج. المواد اللي بستخدمها ايذر تكنيشيوم ثاليوم او تكنيشيوم دي المواد المشعه اللي انا بستخدمها. يبقى اذا الام بي اي عامه بستخدمها في تشخيص الكورونري ارت ديزيز. اوكي زي ما احنا شايفين كده ان الكورونري ارت ديزيز بقى مشكله عندي في البلاد سبلاي اللي رايح حته معينه من القلب فبتبقى اسكيميك فانا ببدا افرق ما بين الاسكيميك بارت من النون اسكيميك بارت. ده رول اوف ام بي اي. طيب بفرق بينهم ازاي؟ ان الماده المشعه دي الجزء النون اسكيميك بياخدها كويس قوي والجزء الاسكيميك ما ياخدهاش.
طيب انا هل بستخدمها كده بشكل مباشر ببساطه دي؟ لا، انا كمان بانديوس سام سورت اوف اسكيميا. ليه؟ لانه تخيل انا مش بتكلم عن واحد عنده ام اي، انا بتكلم واحد طبيعي بيجي له انجل اتاك وبيجي له تشست بين من وقت للتاني. والله انا عايز اعرف التشست بين اللي بيجي له ده نتيجه كورين ارتري ديزيز ولا لا. طيب اعرف ازاي؟ تحاول تانديوس سبازم في الكورين ارتري، عشان كده بيسموه ستريس ام بي اي. يعني ايه ستريس؟ ستريس عشان انت عرضت القلب لحاله ستريس، عشان كده بيسموه ستريس ام بي اي، عشان انت بتعرض القلب لحاله ستريس. طب والستريس ده ان انا بعمله ازاي؟ ممكن عن طريق اكسرسايز او ممكن يكون فارماكولوجيك. وانت تعمل ام بي اي بيبقى فارماكولوجيك ستريس تيست. فارماكولوجيك. طب ليه مش اكسرسايز؟ عشان الاكسرسايز بياخد وقت. الاكسرسايز دوت انت ممكن تشوف الاكسرسايز ستريس تيست ده وانت بتعمل اي سي جي فبتاخدها مومنتري، لكن ما ينفعش عيان يبقى بيعمل اكسرسايز وبتصوره. عشان كده بنعمل فارماكولوجيك ستريس تيست وبنستخدم فيها ماده من اثنين، ادينوسين او دايباريدامول. طب الادينوسين ده ازاي بيشتغل؟ ميكانيزم اكشن في ادينوسين. طبعا انا كان نفسي يبقى في دسكشن والناس تجاوب معايا وكده عشان خاطر بس ما حدش ينام. ان شاء الله ممكن حتى المره الجايه نحاول ان شاء الله يبقى في صوتي موجود بحيث الدسكشن يبقى مفتوح معانا. طيب عامه الادينوسين بيشتغل عن طريق ادينوسين ريسبتور، وفي عندنا ثلاثه ادينوسين ريسبتورز 1 و2 و3. اهميه الكلام ده ان شاء الله حتى نتكلم عنه لما نتكلم في الاريزميا، لان الادينوسين ده واحد من الاسئله اللي بتيجي من اماكن الام اس كيوز. اوكي، الادينوسين بيشتغل على الايفي نود من خلال اي 1 ريسبتور، وبيعمل ايه؟ بيعمل سبريشن للايفي نود، يعني بيقلل الكوندكشن في الايفي نود. عشان كده بيستخدموا في الناس عندهم سوبرا فينتريكولار اريزميا. يبقى ادينوسين اس فور اس سوبرا فينتريكولار اريزميا. ازاي؟ ان هو بينهبت الايفي نود نفسها. اوكي، لكن كمان عن طريق A2 receptors بيأفكت البلاد فيسلز بتاعت الكورونري بلاد فيسلز، بيعمل فيها دايلاتيشن. طيب المكان الثالث اللي الادينوسين بيأثر عليه هو ايه؟ انا لسه اشوف كده في الشاتنج كده ناس بتجاوب معايا. حد ممكن يكتب في الشات؟ الادينوسين بيأثر على ايه تاني؟ احنا قلنا الاي في نود، قلنا على الكورونري فيسلز رقم ثلاثه، دي مهمة عشان مهمة في الام اس كيو. اوكي، محدش كتب في الشات. طيب هو رقم ثلاثة اللي بيأفكت عليها الادينوسين هو اللانك. اوكي، طب ايه قيمة الكلام دوت؟ ان هو كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم برونكيال ازمة، ودي نقطة من النقط بتاعت الام اس كيو. يبقى الام اس كيو انت بتستخدمه في علاج الاس في دي اكشوالي اس، استخدام التاني في الناس اللي عندهم ام بي اي كسيماتري تيست، بس اوعى تستخدمه في الناس اللي عندهم برونكيال ازمة. ليه؟ لان هو اصلا دي ريسبتور اي 3 ريسبتورز موجوده في اللنج وبيعمل فازو كونستريكشن للبرونكاي، عشان كده كونترا انديكيتد في الناس اللي عندهم برونكيال ازمة. طيب يبقى ده كان الكلام عن الادينوسين. طب الادينوسين بقى ازاي بيستخدمه في الام بي اي؟ ببساطه خالص، هو بيعمل دايليشن او دايليشن الكوروناري ارتريز. الجزء النورمال بيحصل له دايليشن، والجزء الديزيز ده ما بيحصلوش دايليشن، فبيأفكت اونلي على النورمال بارت. تروح جايه الصبغه اللي هي الثاليوم او التكنيشيوم داخله على النورمال بارت وتنورها، لكن الجزء الاسكيميك مش بيستجيب للادينوسين، وبالتالي مش بيحصل فيه دايليشن، عشان كده يبان مش منور في الاشعه. نفس الكلام بالظبط الدايبريدامول. الدايبريدامول حد يعرف هو من كيس اوف اكشن ايه؟ هو فوسفو داي استريز، داي استريز انهبيتور. طب كان موجود فين الدايبريدامول ده؟ ايه؟ عايز اشوف كده برضه في الشات. موجود فين الفوسفو ده استريز انهبيتور ده؟ حد سمع عنه قبل كده؟ دايبريدامول بيستخدموه في ايه؟ انتي بليتلت. بالظبط، مظبوط، شاطر، شاطرين جدا، كويس. هو بيستخدم فعلا كانتي بليتلت عن طريق ان هو بيهبت الفوسفو ده استريز، وبالتالي بيهبت الفوس بتاعت البليتلت اجريجيشن. جزء من الميديتورز بتاعت البليتلت هي الاي دي بي، بتشتغل بعد كده تروح تستيميليت الفوسفو ده استريز انزيم الموجود جوه الاي تي بي، عشان يحصل بعد كده مور اند مور بليتل اكتيفيشن، بيسموها ريكروتمنت اوف بليتل. الستيب دي اسمها بليتل اجريجيشن. لما بعمل لها انهبيشن
عن طريق فوسفودايستريز ده بينهبت البليتلت اجريجيشن. طيب في بس لسه ناس تقريبا بتدخل عايزين اعمل لهم ادمت. اوكي نكمل. يبقى اذا هي الكونسيبت بتاع الام بي اي كله كونسيبت واحد، انا بستخدم ماده فارماكولوجي بتعمل فازو كونستريكشن للنورمال فازو دايليشن سوري النورمال فيسل كورونري فيسلز، والابنورمال كورونري فيسل اللي فيها ناروينج مش بيحصل لها فازو دايليشن، عشان كده الصبغه بتروح للنورمال بارت وما بتروحش للابنورمال بارت او الديزيزد بارت، فبتلاقي ان الجزء الهارت الطبيعي بينور والجزء اللي فيه ديزيز مش بينور. هنشوفها كده برضه في النوس عندنا، هنتكلم عن كرونيك ديزيز ده بيبقى شكلها كده بالظبط. ده شكل ام بي اي، ادي عندنا هنا كده بتاخد صوره والقلب نفسه في الريستنج فيز، يبقى كله زي ما احنا شايفين كده كله منور. وبعد كده ببدا اعمل ستريس اندوسد ستريس بواحد من الدراجز اللي احنا قلنا عليهم دول وارجع اصوره. هتلاقي ان الجزء الاسكيميك بارت زي ما احنا شايفين كده في الصوره اللي عنده السهم هنا وهنا وهنا ما بداش ياخد الصبغه هوموجينسني زي الاول. اوكي ده فكره الام بي اي. طب برضه انفستيجاتوري تولز الثانيه مهمه قوي في الهارت هي برضه بتعتمد على راديو ايزوتوب الموجه سكان. هي موجه دي اختصار لايه؟ اختصار لحاجه اسمها مالتي جيتد اكوزيشن سكان. اكشن كنت شايف الموجه سكان دي غلطه من سافرت بره مصر ولقيتها من الحاجات الفريكونت اللي بتتطلب. السيناريو بتاع الموجه ده كان بيتطلب ليه؟ بيتطلب عامه في الناس اللي بتاخد كيمو ثيرابي. طب ايه القصه ديت؟ الناس اللي بتاخد بعض انواع بعض الدراجز الكيموثيرابي زي مثلا الناس اللي بتاخد ادريامايسين او الناس اللي بتاخد هيرسبتم، الناس دي الادويه دي بتعمل كان افكت الكاردييك ماسل وتعمل عنده ضعف في عضله القلب. عشان كده مهم قوي انك تاسس الكاردييك فانكشن قبل العلاج وتاسس ديورينج عشان تعرف تشوف والله ده ينفع ياخد علاج ثاني او لا. طب ما ممكن نعمل ناسس الكاردييك فانكشن عن طريق الايكو. مشكلة الايكو الازلية انها سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ يعني بتعتمد على الاوبريتور، هي اوبريتور ديبندنت. فتيجي واحد مثلا يجي يعمل لك ايكو للعيان ده وتقول لك والله ده الاجكشن فراكشن بتاعته 50%. واحد تاني على نفس العيان يقول لك 45%. واحد تاني يقول لك 55%. ففي بعض العيان بيبقى بوردر لاين كده، طب اديله كيمو ولا ما اديلوش كيمو؟ لا ساعتها تعمل حاجة اسمها موجا سكان. الموجا سكان دي فكرتها ببساطة انك برضه بتديله حاجة راديو ايستوب وليكن التكنيشن. بس هنا بقى انت مش بتاسس الكاردييك ماسل هل فيها اسكيميا ولا لا، انت بتاسس الوول كاردييك ماسل فانكشن بتاعتها من خلال الكونتراكشن بتاعتها، بتشوفها وهي بتكونتراكت، فبتاخد السايز بتاعتها ديورنج سيستري ديورنج دايستري وتشوف الفانكشن بتاعت الكاردييك ماسل. ميزتها بقى ان هي اوبجيكتيف، يعني هي مش بتعتمد على الشخص، لا بتعتمد على الحاله نفسها. وياما عندنا حالات كتير جدا كنت بتشوفهم ممكن يقول لك الاجكشن فراكشن بتاعه 40 ولا 35%، تقول لا خلاص العيان ده مش هينفع اديله، وتيجي تعمله موجا سكان تلاقيه نورمال مفيش اي حاجه خالص. اوكي حتى مشكله بره في بعض البلاد ان اللي بيعمل الايكو ساعات بيبقى تكنيشن، يعني بيعمل ايكو تكنيشن وبعد كده يجي الدكتور بتاع قلبي ريبورت على الايكو بيزد اون الفيديو اللي بيشوفه، فما بيبقاش اكيوريت زي ما هو نفس البروس بيعمل البروس دي. المهم نعرف ان الموجا سكان هي واحده من الميثودز اللي باسس بيها الكارديك او ايجكشن فراكشن بتاع القلب. ميزتها عن الايكو ان هي اوبجكتيف او نوت اوبريتور ديبندنت. واحد من التولز انفستيجيتيف تولز مهمه قوي، خلاص قربنا ناخد بريك، هو السي تي انجن. السي تي انجن ده برضه مكان الام سي كيو مهم جدا. كان الكلام القديم لما يجي شخص كورونا ارت ديزيز يقول لك النكست ستيب ايه، كان بيعتمد على الريسك فاكتور بتاع العيان دوت. هنشوف ان شاء الله بنتكلم عن كورونا ارت ديزيز دلوقتي. الكلام الجديد دلوقتي بقى انت عندك عيان عنده ريسك انه يكون عنده تشست بين بشكل انه يكون كورونا ارت ولا لا، على طول وديه على كورونا يعمل سي تي انجيو. السي تي انجيو هو ده بقى الفيرست لاين او الستاندرد لاين لو انت عيان شاكك ان عنده اسمه هارت ديزيز عملت له اي سي جي بتاعه طلع طبيعي. لا قبل ما توديه قسطره لا خليه يعمل سي تي انجيو الاول. سي انجيو لو لقيت فيه فايندنج يبقى ساعتها يروح يتقسطر، ما لقيتش فيه فايندنج خلاص يبقى الشخص ده طبيعي. طيب السي تي انجيو في عندنا بروس بيشتغل بطريقه من اثنين، حاجتين مهمين قوي، حاجه اسمها كالسيوم سكور والكونترست انهانسد. الكونترست انهانسد فكرته بسيطه خالص، انك بتحط العين ده كونترست فبتشوف اماكن النروينج بتاعه الكورونري ارتر موجوده في القلب. لو اوريكم الصوره ليها كده، هنا مثلا الصوره اللي قدامي هنا كده تعالوا نبص عليها كده. الصوره اللي في النص دي ده واحد واخد سي تي انجيو عامل سي تي للقلب زي ما انتم شايفين سي تي اهوت، وبدا حطيت له كمان الصبغه الكونترست. الكونترست جه في حته اللي موجوده عند السهم دي وفيها ناروينج،
اوكي. طب مكان النيرنج ده ليه؟ عشان خاطر هو ده مكان الاسكيميا اللي موجود عنده. لا ده شوف كمان الروعه بقى في السيتي انجيو اللي كان بقى في عندك 3 دي حاجه مجسم لك كده شكل قلب 3 دي، بتشوف في الاسطوانه، تشوف بقى في انهي الارتري النيرون جاي، في انهي ارتري، في انهي مكان من الارتري، وتحدد بالظبط مكان النيرون. فدي حكايه الكونتراست انهانس. طب ايه حكايه الكالسيوم سكور دي؟ الكالسيوم سكور دي تكنيك رائع، انه اي اثيروميتس بليك، اي منطقه فيها اثيروما بيبقى عندها ديبوزيشن اوف كالسيوم جواها. وميزه السي تي ايه بقى؟ السي تي يقدر يديتكت مينيمال اماونت اوف كالسيوم، فانت حتى ممكن تديتكت البروسس بتاعت الاثيروس بروسس قبل ما العيان يدخل في كرون ارتري ديزيز، قبل ما يدخل في سيمتوماتيك ديزيز اكشن، عن طريق بتاسس الكالسيوم سكور. والاثنين بيتعملوا فان سيتنج، يعني بدخل العيان يدخل يتصور، هو بيتصور ابص في عنده الكالسيوم سكور بتاعه ايه. طبعا الناس بتوع الكارديك ايمجنج عارفين، يقول لك والله السكور بتاعه مثلا ده لو سكور خلاص الحمد لله ما فيش عنده اي مشاكل. طيب يقول لك ده ممكن عنده هاي سكور، فممكن عنده اثيروما، حاجه بيدخل له كونتراست ويصور ويشوف مكان النيرون بتاعه. اوكي، يبقى ده حكايه السي تي انجيو. اخر دياجنوستيك تول وهو الاكسرسايز اس جي، هنتكلم عنها برده ب السيناريو ان ديتيلز. الاكسرسايز اس جي ده ببساطه ان انا بخلي العيان ده يعمل اكسرسايز، وبعمله امتى؟ بعمله لو انت عيان عنده الاي سي جي بتاعه، انت شاكك ان عنده تشست بين كاردياك ولا لا، وعملت له اي سي جي ريستنج اس جي وطلع نورمال. وطبيعي لو عنده كرونيك انجل بيبقى نورمال ان بتوين اتاكس. طيب ده هل ده تيبيكال تشست بين ولا لا؟ لا، خلينا نعمل اكسرسايز. الاكسرسايز زي ما قلنا ان ممكن عندنا الستريس، ستريس عامه الستريس اللي بقى اليوس اوف الارت، ممكن يكون فارماكولوجيكال زي ما خدنا ستريس ام بي اي، وممكن يكون عن طريق الاكسرسايز. نبدا يتحرك يعمل اكسرسايز. طب يعمل اكسرسايز قد ايه مثلا؟ ساعه، نص ساعه، يعني لا، انت عندك تارجت هارت ريت بتوصل له. التارجت هارت ريت عامه بيبقى 85% من الماكسيمال هارت ريت. طب ازاي حد 85% هو الماكسيمال هارت ريت؟ قال لك لا، في معادله ثانيه سهله جدا بتطرح 220 ناقص الايدج. يعني اهو 220 ناقص الايدج بتاع العيان، مثلا عيان عنده 40 سنه، تطرح 220 ناقص ال 40 هيديك 180، يبقى اول ما الهارت ريت بتاعي يوصل 180 خلاص انت كده وصلت التايم بتاعك. اخذت 80% من 280. اوكي؟ طيب هو يعمل اكسرسايز، والاكسرسايز ده بيبقى لازم يكون مونيتور وويتنس وجنبه الدكتور واقف جنبه. ليه؟ لان عنده لو عنده كورونا ارت ديزيز ممكن يدخل فيه مشاكل، ممكن يدخل فيه اريزميا، ممكن يدخل فيه هايبوتنشن during the procedure نفسها. فلازم اللي بيعمل اكسرسايز اس جي لازم دكتور القلب موجود معاه في نفس الاوضه وجنب العيان. خلاص دي بس ايه القصه بتاعتنا. لكن مثلا يهمنا هنا النقطه اللي بتتسال في الام اس كيو، امتى ما تعملش اصلا اكسرسايز اس جي؟ امتى يبقى كونترا انديكيتد؟ اول حاجه لو انت عيان عملت له اس جي ولقيت عنده فايندينج، يبقى ملوش لازمه خالص، ملوش معنى انك تعمله اكسرسايز اس جي. اذا كان هو اصلا عنده فايندينج في الاس جي رايح تعمله ليه ستريس اس جي؟ ده كونترا انديكيتد. الحاجه الثانيه اي حاجه تعملها بقى ايه اريزميا لخبطه في الاس جي بتاعت العيان. اوكي، يبقى اني كوز اوف اريزميا او اني تايب اوف اريزميا ما تنفعش معانا. ليه؟ لانه واحده من الفايندنجز اصلا اللي انا بدور فيها ديورنج ستريس اس جي او اكسرسايز اس جي ان عنده دخل في اريزميا. طب هو اصلا عنده اريزميا فروم بيز لاين، اعرف منين اذا كان عنده بوست فايندنج ولا لا؟ هتشوف ان البوست فايندنج بيحدد بحاجه من ثلاثه. اول حاجه لو حصل له ST changes، او الحاجه الثانيه لو حصل له hypotension، او الحاجه الثالثه لو حصل له chest pain. اوكي، هم دول الثلاث حاجات اللي باسس بيهم. يعني الاس تي changes او الاريزما دي من ضمن changes اللي ممكن تحصل، ولو حصلت كده معناها positive fine. فلو حد اوريدي اصلا عنده بيز لاين، عنده اريزما في القلب، ما تاخدوش اصلا تعمله ستريس او اكسرسايز. اوكي، ساعتها ممكن ادور في حلول ثانيه زي الفارماكولوجيكال او فارماكولوجيكال ستريس. يبقى تاني رقم واحد لو حد عنده اوريدي اصلا ابنورماليتي في الاي سي جي، عنده ستي اليفيشن. بقيه الاسباب بقى اللي هي ايه؟ كوندكشن ابنورماليتيز او وولف باركنسون او فينتركل بيست او الناس عندهم جوكس، الحاجات دي كلها اصلا بتنديوز اريزمي فما ينفعش اسس فيها. اخر حاجه بس اللي هو ايه؟ الفينتركل بيست ريزم. ايه في حاجه الفينتركل بيست ريزم؟ هناخدها ان شاء الله نتكلم عنها واحنا بنتكلم في المحاضره الجايه عن هارت فيلر، المحاضره الجايه واللي بعدها. ان واحده من التولز اللي ممكن اعالج بيها هارت فيلر العيان ده وتحط له ايه؟ بيس. البيس دوت يبدا يعمل كونتراكشن في الفينتركل فيعمل سنكرونايزيشن. طب اصلا انت العيان ده مركبه بيس ميكر، يعني هو القلب الضربات الطبيعيه بتاعته دي بتاعت الكهرباء اللي انت مديها له. فازاي انت هتاسس بيحصل عنده اسكيميا، عنده تشينجز، وانت اصلا التشينجز دي انت بتداله من جهاز من بره. خلاص، فعشان كده ملوش معنى خالص ان العيان ده انك بتعمله ستريس او اكسرسايز اس جي. ساعتها ادور في حلول ثانيه زي الفارماكولوجيكال
ودلوقتي بقى السي تي انجيو هو الحل الاول والبسيط والسهل جدا ان انا اقدر اشخص بيه كورونا ارثريتس. يبقى كده احنا اتكلمنا في ايه وهاي دلوقتي. طبعا انا عايز اتكلمت في انتروداكشن مطوله عن المذاكره وعن طبيعه النص بتاعتنا والنظام بتاعنا، لكن اتكلمنا في البدايه بقى كارديولوجي سيمتوماتولوجي، اتكلمت عن اربع حاجات في السيمتوماتولوجي. اول حاجه اتكلمنا عن اثيروسكلوزس وهيمجريزم اثيروسكلوزس، اتكلموا 3 كيوردز. دايما لما تذاكروا حاجه حفظ محدش يحفظ التوبيك، احفظ كيوردز ثلاث كلمات، ثلاث كلمات هتفتح بالنسبه لك تشغل الميموري وتفتكر البوست. اول حاجه انتري انجري، رقم 2 ماكروفيتش تيجي تحاول الفون سيل، رقم 3 بليت بتعمل اكتيفيشن اسمه مصر. كده خلاص خد اثيروسكلوزس، هتاخد درجه نهائيه كده الثلاث كلمات دول. نيجي بعد كده اسباب الشست بين، قلنا كاردياك ونون كاردياك، والكاردياك لازم تكتب رقم واحد كورونا ارثريتس. ان الكاردياك بقى حدث ولا حرج، عندك بالموري، عندك جي اي، عندك انكزايتي، عندك اسباب كتير جدا ماسكوس كيتد، الكلام ده كله اقعد ارغي فيه زي ما انت عايز. اسباب الديزنيا، والله الديزنيا ممكن تكون كاردياك وممكن تكون ريسبيراتوري، عرفنا اسباب الكاردياك والريسبيراتوري، قلنا اي مرض في اللنج يعمل القصه دي. ساينوزس، والله لازم تقول الاول ده سنترال ولا بريفرال. طب بريفرال اخلص منه على طول، الناس عندهم كودنس، الناس عندهم هارت فيلر arterial venous problems. طيب السنترال، لا السنترال في عندك 3 سيستمز يأفكت في السينوزس، رقم 1 هارت، 2 اللنج، 3 سي ان اس. وما تنساش كده على ماشي الميتاهيموجلوبينيا، هنتكلم عنها فيما بعد. اخر حاجه اتكلمنا عنها السينكوبي، والسينكوبي زي ما قلت لكم ممكن يكون حاجه فيزيولوجيك او ممكن تكون حاجه كارديو فاسكولار او ممكن تكون حاجه دراج. وبعدين اتكلمنا عن الكارديك انفستيجيشنز عارفين بس هاو تو ديل معاها. ناخد بريك كده ان شاء الله 5 دقائق او 10 دقائق ونيجي ان شاء الله بعد كده نكمل كلامنا. هنتكلم النهارده عن اسكيميك هارت ديزيز، البارت الاولاني ان شاء الله هي الكرونيك اسكيميك هارت ديزيز كله، وخلينا ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن الام اي. هديكم كده 10 دقائق ونكمل باذن الله.